بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى وحنكر جيلنا سيدو نو كل مي فدغان كميدها فدياشا إلهي لغو حصيو إنو نود مدافو سيدو كلا إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنة ناسو نو جمعيي فدياشا إلهي سبحانه وتعالى عن كو حصينا إنو نو جمعيو غوريجي سجنة آخر إن شاء الله. انت أكدن بو ولا ليال وحال لوغي هي الدنيا دن وحكستو بلو ضبا وحولي هي ضبا دماشو وحاكلون اوغن هي الدنيا دن وحكستو كبير لو ذا اوود يحوغن وحاودن بيسا تبر دران يا ضعفي وحان سيدو كلا ان اوغن هي وحكستو الدنيا دن كنول وحاودن بيسا جيري سيدا درت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهي وحكولي هي نبي الله إنك ميت وإنهم ميتون. نبي الله وادي من إيسا واد جيريوني الدنيا دن واد كتغي صحابة دن يوم دن ويتغيان سيدوك الإله سبحانه وتعالى وحليه هي أينما تكونوا يدرككم الموت مال ألا مال كستو أدجوكتان أما قري سارنادا أما قيد سارنادا أما قاري كجرا أما دول كجرا إيه ملوك موت كواكي إذن يمادا. نبي صلى الله عليه وسلم سيدوك الوحولي هي أكثروا ذكر هادم اللذات ورهلا بضي الشيك شاكتانك متك معانيها قوية كمعانك قوية نوا ملوك موت كي ملوك موت كي شيك شيكتان كيسا هلا بضيو وحان اقنا هاي او محوها ولا ليال مركز طبا انو ان اسي دوانا انو روح كز طبا انو اسي دوانا انو اسي دوادو الجشي يوقتي لو قري حق هذا انو اسعودو هبين كز طبا كو كرنا ساعات كز طبا عمري قادة كزو زيادة وحاد أسي دوانيسا غير ذادي سيدا درادت غير ذو ومصيبة وين أولغا عبصدو لكن مشكلة ذو هدي غير ون أي أهان لهيد وروحو الدنيا ذن انتين لأوم ورشو الدنيا كي يمادو وحادنا إسكال انتو هديسا وحبا كدن مين لهين غير ذو مشكلة مالهاتين لكن مشكلة وين امشة لو حيتها والا دمنا دمشة محاكة دمبية والا جيريوني جيري دمحاكة دمبية هدا نقنا هنا جيريوني انو ان ادوية دانا كوريغ انو و ادوية دانا ايسا هين تي لو اغطلق لئن لغو نقادو أوي أدير جروجي لو دير جروبي مالنت أدوية ذن روح وكذا قاجنا يوم دير جروجي روح لغب إحنا مسلم كأه إنه أدير جروب مالنت أدوية ذن وكوريجي يوم أوي وسود وهذا وقت يدجوري لهيت ويسود وهذا وقت أن كوريجي لهين أدوية ذن أن آخره أن كوريجي لهين حامر كنا هايستو أولي غفلة إيو هالمان ولي محو نو هايستا موحان إسوما لأيناي تن أنجوغنا إناي تاي تي لغو واريي ونلغ قورينين مثل ما ينا فيه شايدا ما نغي غالب نقضيو غفلة إسغي جرنا مركان فيرينو
مالين كستبا وحالا ولا دحلينا ميت ما انت مدل عاسي شلبا مدل عاسي بالربا مدل عاسي ومع ذلك شعور كان يدرين كان وحو كبدل يمجرو وحون اسك عادي وان اسك قد حجرنا انبو اكاضي حلو باي يا روح مسلم كا انو كعب رقاتو حريري سو حكا دعيا مالين كستبا وحان ودنا ملوك موت وحان ودنا ضد ملوك موت وسولاي ابتر كاد ديبو فيري لباتن ابو با لغي ابا ان ابتر ساتو انتي ادين ددكا امدن وحاكو الرئيسي امدكالي ري ثمود ري عاد فرعون قارون او انتي ادين ددكا صوتن الهي سبحانه وتعالى وحكومة حكومي جيري دينا وين دميان وحمرك قفك استوى مسلمة وقياهي الدويدن انو كان قاجنا يا مالن اما اذيقو يربع لغي يابا او عردن هاينا لمطو يتاضو كو يماتو اما اذيقو الدوين كي صون دقاي او داء نقضي لغي يابا انا كتكتو اما اذيقو دحاضو او ماشي كو وفي عنايدو اسلايدو هاي مالا كتكتو هادا مجوك تد با لغي يابا محوو هاين لغا قبتو قفك مسلم كان مركا دو مربع من سيه duyadan inuu ka dhaqaajinayo maalin waxa looga baahan yahay inuu u diyaar garoobo maalinta adduunyadan uu ka baxayo isaga oo adduunkiisii shaqeystay aakhiradiisii beertay inuu adduunkan ka baxayo yaa qofka muslimka ah ee garaad kale yaa ku haboon nabigu sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn abbas sida uu ka warinayo wuxuu sheegay nabigu sallallahu alayhi wa sallam ورشن الريموت انت يسن اذن قبصنن شن كفا اذيست وحاكم اذا شن تا الريموت ور انت اذ نوشا هاي اوغفا اذيسو اخر دادا حياة دادا كفا اذيسو او بيرو او قبر قادا اخر محو اها هجاجسو انت اذا لمنن عقيدة المسلمين تحكم بها من سيهين اي ولا ليال الدنيا نوحكو باقي النقر يا مجرو كل من عليها فان يلهي سبحانه وتعالى عليها الدنيا عدك استوء الدنيا دل سارا ويطيق لما تأو لما تأو او كان قادسا الدنيا معها دارتي الو نغانيه ودار لو تلقل إن لما رأى أولاق سي قدبو روح مسافر كأه ماشو سي مرأي هدو أم ملايو ماشي اللي دقي يي أو قرية يوحا ومحوة هامال أولا تلقل عاوة إن لبريو هدو كدستو قرية يأدون أو برين أو كسي نقاجين يو وحاليليه روح عن عقل يسو سح معها sababtay geedibaaba la yahay meeshii caawa la bariyay inuu dhaho waan dhisi sax ma aha adduunyadan aan joognana waa meel loogu talagalay in la dhaxmaro uun oo la sii dhaafo dhaxsin ahaan aakhara loo socdaa marka ruuxu hadduu u maleeyo tan uun inay tahay tii lagu baaqi noqonayay tan hadduu waqtigiisa ku bixiyo aakharay ka mashquulinaysaa صدرات القف كستوى مسلمها وحاكو حكما إنو دمان أيو كل نفس ذائقة الموت نفل أركا إذي الكادواتي لدمس جيري ذا جيري ذينا وحل أقي هاي أروح أوديه كرماها وقت غاس يو وقت غاس ياد دمان إساي هبلو كترق المجرو علمك جيري ذو اما علمك كسابسن روح وقتك ودمان ايو وحلم ذي وحياله الهي سبحانه وتعالى ولقون النقضي علمك سنة الهي سبحانه وتعالى وقرسوية
وحالنا نبي الله داود عليه السلام يا وحا أيمد الباب كان الوصو قراعي الباب كان مركي الوصو قراعي وحويري من واكه وحويري وحانا هاي مد بقردة عن كعب سنن قريهنا أي سرهبي كرين سيدوك لوح رشوة هاي يهونغنا أن أقبلين بانا وحوير النبي الله داود عليه السلام عدات المامها عدلات هاي وحاتها ملوك الموت وحوير نعم ها وحانا هاي ملوك الموت وحالي سوكا ديري نفتين أنكا سوكا دو وحوير وحاد ايتمد أنقل ان ديار قروبين وحوير داود وحانك ويدين او انكي هب لها اد قرابة اهيدين او انكي هب لها اد درس كاغ اها وحوير كدو ودكو ها وايد انتين وحوير سوكو ومفلنو انا تكو عبر قادتو ودكو سيد ديار قروبين كو ها انتي اد درس كاغ اها كو ها انتي اد قرابة اهيدين ادو يدن كبحين انا تكو سي عبر قادتو او ديار قروب سي قادتو سو تاكو غوما في اللين سادراد دو حال لها قفك الليباني وقفك كوان سقاط غيركي وحاد انتي درسك وحاد انتي قرابة وحاد ابا هانتهي كوان انتي كمفي عنده اناد اغاتو مالين مال ما حكبه ده هادوغونا اناد دمان ادو يدن كبحي وحاد ابا هانتهي آخر هذا إنا دوينا جيستو وحضوبة أنت هاي الدون كان أنت تجوكتنا إنا دي الله سبحانه وتعالى أطيع عضو الأوامر تي سقاضته نلنا دهو سليمان ابن عبد الملك وكم ذاها الدولة الأموية بقرة ذي يعني نعابدها وحازم أبي حازم لدهي السلام ابن دينار يا وحوي دي سؤال وحيري أبا السلام وحانك ويدين محان ملك موتك محان أنا عنارت جيردة وأنك عبسنا محان جيردة وقع عبسنا الدنيا ذا وانجعلنا هاي محان الدنيا ذا وجعلنا هاي أرنك بحاكيني لأن سؤال شاس قف كستوى مسلم وهذا الجوجنا وين هيسا وحال سكج عليها إلا النولاضة وحال النعبيها إلا جيريودو سؤال شاس الجواب تذا ده يسوي حويري جيريدو وحنون عينا الدنيا أنا أنوجع لنا هاي وحن عمرني ونهاجي سني الدنيا ذني آخر ذا النين وان حليني أو وانسك حليني صدر ذا روحنا ماشو هجاجستين وكبحو أو ماشو هلي أبحو مجعلو صدر ذا الحويري عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة الدنيا ذي بعد عمرتين الدنيا ذي بعد هجاجستين آخرنا واضح ليس وحمرك أن أن ابن هينا لمنه آخر ذي الربي إنان هجاجي سنو بارح الجنة إنان كوية لنو جيدو جنة إنان وحكو عبو رنو حقا الله صعداء إنان كستو بقرق هذا آخر سي هجاجي سو ماشي عنده لعين ين قرق آخر نوان بالدرهيني أو وحان كست وان اسكح اللهيني كي أدو يدع الله تلقى لهبيني يا مالما إن لبريو أو لغو قولنا وقت جيني يا أوديني واكو بحيني سادراد دبا وحان أن عينا inaan dhimanno aakharna waxaan aragnaa qabriga iyo qiyaamo maana u amal falin adduunya waqtigeena qaadatay adduunyo haqiiqatan wa kalaam fi mahallihi ah wa hadal gar ah ruuxu adduunyadan
حدوس وقت كوب حنن وآخر ذي سأود استوح وجعلاني مركز طلا إنه إله لكل ما إله بوه لوبي جنة بوه لوبي دتكي ون ونكسناء جنة جريب يوه لوبي يا إنه لكل ما لكن روحي أدون كيسن وندور دجي آخر ذي س إسكه المامي ما جعلنا يا إنه كبح أدون يدن sida daraadeed walaalayaal waxa loo baahan yahay geedi baanahay oo aan guureyna hadaan geedinahay oo aan guureyno oo adduunyada aan ka guureyno waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno geediga si loo u diyaar garoobi marka geediga geediga wuxuu u baahan yahay in loo tabaabushaysto in loo qalab qaato iyo ruux kasto oo muslim ah u baahan yahay koo waxa laga rabaa qof kasto oo muslim ah oo u diyaar garow raba inuu u diyaar garoobo maalinta geeridiisu ay u imaanayso maalintan adduunyadan uu ka guurayo wuxuu u baahan yahay inuu ilaaliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalihi uu ku waajibiyay al muhafaza ala ma awjabahu allahu alayhi ilaahay subhanahu wa ta'ala waajibaadku ku saaray inaad ilaaliso waxay ka mid tahay qaabka ruuxu ugu diyaar garoobayo maalinta aakhara maalinta adduunyadan uu ka baxayo waxa kamid ah inuu ruuxu ilaaliyo waajibaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu saaray waajibaadka waxa kamid ah arkaanti islaamka ruuxu tawxiidkii inuu kalimatu tawxiid ilaaliyo ruuxu salaadii inuu oogo zakadii uu bixiyo xajkii uu soo xajiyo soonkii iyo ramadaankii uu ilaaliyo walaalayaal awwal qofka استعداد كيسة يؤديار قروه كيسو حال الربا واجباتك إلهي سبحانه وتعالى وصارينا إنو إلاليو محرماتك إلهي سبحانه وتعالى وكرهبين إنو كرهبتها ماضو أرينك اللبات الروح وؤديار قروه بكرو مالنتا الدويدن وكبحيو والإكثار من ذكر الموتي روحان جيريدا شيك شيكتان كيسا إيا حصوصة جيريدا وإنو بديو حدو هالمامو جيريدي وإنو لمن بقو السابا مسكح يسابا سوكالينين أرن كاس وحي كهر جوك سنة يسا إنو ديار قروبو مالين تاو ديار قروبو مركو حالا غربا أرن كالباد روحا حصوصة موت كإنو بديو نبي صلى الله عليه وسلم وحوليهي أكثروا ذكر هادم اللذات ورمع معانك متك جرى أذيو مال معانكو مريس متك كاسو قبطة حلا بضيو الشيك شيكتان كيسا أبو الدردابة وحلا قوريا إنو ديه جري ملك الموت كالروحي شيك شيكا وحسوس تيسا بضيا جيريدا إيا موت كالروحي بضيا شيك شيك جيسا إيا حسوس تيسا لما شايبو إلهي سبحانه وتعالى يكو أرزاقا شيئا كوباد قفك محاكا مانا يحسد با هداوت كل لمن يسو قفك لإنا الحسدو يا كا يراني سبا وشيئا لبادا وحا يراني روحا إنو فرحبا ملكو موت روح الشيك شيئا حسد كيسونا ويراني فرحد ديسو يرين تيسونا ويراني سببتا وحاسوغي يا مالين تا ديوذن وكبحي بل حاسوسنو بل وحاد فكرتا اذيقو اولاد هذي يا عرورت هذي نحفر ليا هذي انتي لغان نحقا هذو قد كام مذول وقية او لغان صوتاقي هبيك كوغوه الرأي قبرقا ادون كراءات كبحي اخرنا يكون باللام ميسو حال كاغو سير نقون دونا وانا وحكو سوغي او اللام حالتا سيدو كالي عمر ابن ياسر باوحا لغوريا رضي الله عنه انو يري ملكو موت كا كفلن بروحا اما موت كا يجيري ده يوحا كفلن وحو كوان سقاطبا قف واعد اه وحكو عديا ومركز طبا آخرك حسوسيا ملكو موت كا باكو كفلن با يجيري ده سيدو كالي وحات كم مشغوشان عبادة دا كفلن حضنت النمنا وحاكوه في لما يقينت إلهي سبحانه وتعالى
أمنا عائشة رضي الله عنها يا جبر با أصو يا أصو شاغتي محيك شاغن إيسا وحيك شاغن إيسا قلب إنجيك وحيتري وعدكي يا وعيدكي يا واندي يا قرانكي يا وحي لشيغي با إنجيلي لا قلب غيغي إنجيك يا قليل با كم مقضى إبل محاسمية وحيكتر أمنا عائشة رضي الله عنها وحاد بديسا ملك موت كشيك شيك جيسا ملك موت كحسوس تيسا بدي قلب غاق وقوية ويكتكتي أرنكي بيصوصة ميسي أو ملك موت كي يحسوس تيسا بيصوصة بديسي مالتي دمتنا ويكسا نقطيها وحيتر وحانكو قيمد إن كوم هاد عليو قلب غيغي وإيقوي إنجيجي وكسوب حي دبع سنان يا خير كي يا نور كي قلب غيغو إنو قالو بإله سبحانه وتعالى إسيي صادرات موت كو روح وحصوصته قلب غو دبعياه إنجيجي يا عبادة كون نملا يوحو كو بدليا عبادة أو كون ننتا إنجيجو كابحا عبادة أو نشاط وحشات كيه ليسا سيدو قال كعب الأحبار وحلقه وريا إنه ديه جري قف كي شاك شاك ملك الموت شاكتان كي سنة بدبضية هانت عليه المصائب أي مصيبة أو كل عذبة أكتيسة وحيكان نقونا يساوح اسك سهلة سببته ملك الموت كي شاك شاكتان كي سوحوكا ساعدين يا مصائبتك قبصان يسا إنه يكون فضلاته سيدو كلا علماء ذو حيدهان هل قوري يا علماء ذا قار كمدها سيدو الدقاق وكلا قف كي موت كشي جيسا بذيا صدح شيب إلهي كو كرامي موت كشي شيكتان كيسو صدح كرامو وطا كو تعجيل التوبة توبة إلهي إنو كوسو ددجيو بن آدم كوانا با قفا وحما لايقه معصومها مجرو روح إلهي سبحانه وتعالى توبة أسو ددجيا هدي ملك موت كحسوس تيس أو بضيو لبا وحو إلهي كو إرزاقا قناعة القلب قلب جيسين إلهي وقلي قناعة صدح إلهي سبحانه وتعالى وحكو كراميا نشاط في العبادة عبادة ذي إنو إلهي النشاط سيئو في فرعوني حق عبادة ذي إنو إلهي سيئو بو إلهي كو إرزاقيا قفكي إسكح الماما ملوك الموت إيا قيري ذي سوغيسا قفكي إسكح المامانا وحلقو امتحاما إساقنا صدح شيء صدح ذا شيء توبة ذي سي إن ديب لوردقو أو ديبان كتوبة كيني بو إلهي سبحانه وتعالى يكو امتحامي وترك الرضا بالقليل أما بالكفاف وحي يرى روحا إنه كوقنا عصر هذا إلهي سبحانه وتعالى وحوسيي إيا والتكاسل في العبادة عبادة ذي إنه عبادة ذي سوطنم بالتكاسل إيا عجز إيوه جيجيتا إنه كنت كذا إلهي سبحانه وتعالى يكو عقابة marku xallo baayay qofkii muslimaha ee u baahan inuu u diyaar garoobo maalinta qiyaamo ko waajibaadka ha ilaaliyo laba malakul mautka ha xasuusnaado ha sheeg sheego qalbigiisa uu ka bixin maalin inuu adduunyada ka baxayo ha xasuusnaado saddex arinka saddexaad ee ku saacadeeyneysa qofka muslimka ah inuu u diyaar garoobo maalinta وحاكم إذا هينو صوب قضو قبوره نبي صلى الله عليه وسلم وحليه مركيه رو وان إذين دي ذي إنا صوب قطان قبوره حلا صوب قضو حدا بوقشد قبوره وحيك حسوسين يان آخره وحاد لا لأنك هبلا قبري إيسي واكن هبلا قبري إيسي واكن ولا أنا معلوم باون لأي قرب نجد دوانا
روح مرك وين قبورها أضبقتان قبورها إن لبقة وحيك أنت قلبي قلبي إنه جلعه حسوس آخرة إماته وأرنك صد هذا قفك كسع ذينيسا إنه أدي أرجر وبمالن تأدو يدن وكبحيه أرنك أفراد قفك كسع ذينيا إنه أدي أرجر وبمالن تقيامه يا مالن تأدو يدن وكبحيه وإنه سمي التقليل من الدنيا أدو يدن وإنه يرى استأدو يدن نبي صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله بن عمر بن عباس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكورنا يوحليه نبي صلى الله عليه وسلم وحير كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا وحاض انت جوكت الدنيا وحاض النقطة سيد قف ودقينية أما قف غريب وهو مرتكو وهو كلاسك نقو الدنيا روح هذا أم لا يو إن الدنيا بلو محوها الله أمي وقت يسي إطلا النابة الدنيا هدو قليو وحي كم مشغولين إساء الديار قروغة مالين تا الدنيا أوك قوريو روح عمرك وحلو بهاي يا مسلم كا الدنيا إنو إسكايا رأيو حديث كان عمرك النبي صلى الله عليه وسلم أوليه الدنيا وحاد نقطة سيدي قف مرتكوها الدنيا أما قف محوها ودقوين يوكالي عبد الله بن عباس وحوها وحوديه جري حدي مر قبلك وحدو كودعه هسوغن واغو إنو كوبري دونه واغو هدو كوبرينا هسوغن قبلك إنو كودع دونه مقرن يسيد وقتك لغا قادي دونه نفتا سيدا درتين نبي صلى الله عليه وسلم وحو بحيه تصالة اد عجيبه او تصالها وحو يهي ورقوفك ادو يدن جوغو وحاطو نقانتا سيدي قف مرتئة اما قف لامي قوين يوكالي اوه سيدي حديث كان وحاكو جيرا وحيالة فربضا وحاكم اذا قفك رير كيسة يبرد كيسة جوغة ان مرتكو اهين وحالك يابا انو اسهل ماما او اهل كيسا يا رير كيسا ولجوغو انو اسكو هل ماما لاركا لكن قفك مسافر كا ايه كم قر رير كيسي يا اهل كيسي او غريب مالك لكوا قفك سوحال لاركا وقف سوجو اذا تعلقه بالله سبحانه وتعالى الهي كحرناشي هيسا عبسبا قفك يا كم وقتا سيدو كاله مثال كاللباد النبي صلى الله عليه وسلم قفك مسافر كا او شبه ايو قفك مسافر كا مركو سفر ايو قري جيس وحي الله ودن مقاتو وحي ربوك قاتا سيدو سو كاله وحال لوغا باية قفك مسلم كا دو يدن انتو جوغو وحي رأنو كقاتو آخر ديس او كالميستو ما ها الدنيا ذو إن لك لا تكتو الدنيا ذو بإنه أم لا يتيلو واريي قفك مسلم كأها ما ها دقن كيسا صبته قفك مسافر كأو حوقاتا سفر كيسا وحيالها وأباهية سيدا سوكالي قفك مسلم كأي الدنيا ذن كنول وحال ربا الدنيا ذن إنه اسكي رأيو الدنيا ذن أيسا لك لا تكن وحو آخر ديس أكالما يستقون إنه كاستعمال اللغة باية سيدوك له قفك مسافر كأه وددن أمريو أماركو هدف يعني ماشو السعودي وددن أقاضي أماركو بل وحو أركا وددن أقاضي إني تاي ماشو السعودي وحي قارسيني صدردد قفك مسلم كأنا الدنيا ذن هدفك معها آخرا الله سعدا ووصيلة يرو أنكو قارين آخرا روحه إنو أم لأيو وصائل كأهداف إنو أم لأيو خلد واي روحه ماشاد أسعوتي إيوال كاقا إيو ودودة آت أم ريسو إنات كلا ساري ويدو إيادان وامان قابنمو
sidoo kale qofka safara wuxuu dareemayaa markasta oo uu ka fogaado meesha uu ka safray wuxuu u sii dhawaanayaa meesha uu socday qofka muslimka ee adduunyadan joogana habeen kasta oo ku soo ziyaada cumrigiisa wuxuu u sii dhawaanayaa meesha uu u socday oo aakhara iyo qabri ah iyo u sii socdaa sidoo kale musaafirku safarku waa nooc ka mid ah ciqaabta iyo cadaabka qofka muslimkaana intuu adduunyadan uu joogo wuxuuse ka dhex bixi doonin masaa'ib loo baahan yahay inuu kaalmaysto sabir dulqaadasho cibaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dulqaato saa daraaddeed buu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xujibat innaaru bishahawaat naarta waxaa lagu wareejiyey wax kasta oy naftu jeceshahay wa xujibat aljannatu bilmakaarih jannadana waxaa lagu wareejiyey wax kasta oy naftu necab tahay saa daraaddeed waxaa la ruuxu sabir inuu isticmaalo adkaysto waxaan naftiisu adduunyada ay jeceshahay inuu ka reebo si uu aakhara ilaahay subxaanahu wa tacaala libaantiisa uu u helo ee walaalayaal waxyaalaha inagu saacideynaya waxaa ka mid ah inaan u diyaar garowno maalinta adduunyadan aan ka baxayno qofka muslimka ahaa tawbadda inuu ku dadaalo muslimka waxaa saaran tawbadda ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kastaba inuu carabkiisa ku hayo ilaahay inaad u toobad keento dembi aad garanayso mid aadan garanaynin ku aad u samaysay kas ku aad kama u samaysay intaba waxaa lagaa rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala tawbaddiisa inaad daa'imto nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray anigu maalintii 100 jeer iyo ka badan baan toobad keenaa ee toobad keena 70 jeer iyo ka badan baan toobad keenaa ee toobad keena qofka muslimka gaf waa ka dhacaa dembi waa ka dhici laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala tawbadiisu u soo laabtaa waa mid soo laabasho badan addoonku waxyaalaha sidoo kale qofka muslimka inuu u diyaar garoobo maalinta qiyaama ku saacideynaya waxaa ka mid ah qofka muslimka marka uu dhimanayo waxaa loo baahan yahay malo wanaagsan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka maleeyo malo wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka maleeyaa loo baahan yahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay midkiin yuusan dhimanin ilaa hadduu dhimanayo isagoo malaha wanaajinayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag ka rajaynayo uun ha dhinto dembi waad galaysaa xumaan way kaa dhacaysaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka malaysataa malo wanaagsan muxuu ah mar kastaba jannadiisa inuu ku geeyo dembigaada kuu dhaafo maadaama adduunkana ilaahay kuu ceeb asturay aakharana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu dhaafi doono iska malayso arrinka xiga ee qofka muslimka ah ku saacideynaya inuu u diyaar garoobo maalinta qiyaamo iyo maalinta adduunyadan uu ka baxayo waa qofku inuu xasuusta badiyo qabriga cadaabulqabriga naciimulqabriga yacnii qabrigu waa meel la isku cadaabo la isku janneeyo waa la isa soo saari doonaa bankii qiyaamaha la istaagi doonaa qof kasta iyo muxuu ahaa camalkiisa baa meeshaa iyo ruux kasta la imaan doonaa jidkii siraad baa la mari doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashii miisaankii shafaacadii jannadii iyo naartii wuxuu ilaahay u diyaariyey dadka ahlu jannaha ah wuxuu ilaahay u diyaariyey dadka ahlu naarka ah ilaahay hortiisa oo la istaagi doono arrimahaasoo dhan ruuxu waa inuu qalbiga uu ku hayo arrimaha qalbigu hadduu qofka muslimkaa uu ku hayo waxay ka saacideynaysaa inuu diyaar garowgiisa maalintan uu adduunyadan ka baxayo inuu mar kastaba qalbiga ku hayo ruuxa muslimku uu khayrka kama daalo waxaa loo baahan yahay walaalayaal geedi baa la yahay
والله كلا هريا مالك استبى روح أمبان آسنا أن إني مركاتها هي بريتو حسوسناو حسوسنا وحوم متر يسوي وحال لقاب هاي هاي والشقيسي عمل فل كتلا قل الرماها روح مسلم كأه كساعدين يا وحاكم دها إنه أدي أرجو بمالن تا قيامة يا مالن تنا ديوان وكجوريو إنه حسوس تسكرات الموت كأ نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سكرات الموت كقبطي أبو بكر بو سكرات الموت كقبطي عمر بو سكرات الموت كقبطي علي بن أبي طالب بو قبطي صحابة يقول نول نول لوغو بشاري جنة يا سكرات الموت كم مركو قبطي بو حالك سوورين يا انتاس أو هذا أو هذا مقشو قلبك محوظة وكود الله عيو نبي محمد الدين بيجيسي هراء يكيسي الدباب الله ضعفي مركو له لا إله إلا الله إن للموت سكرات مركو له النبي صلى الله عليه وسلم حات أمرين أذيقي الدين بيباو أنك دحب حينين إنك يوجونا وقت أدونك وفس هذي إنك يو خيرك إيو وناقي ويراضي ضدك إيو النول نول اللي يري الجنة اللي ذيكو بشاريبا ملك الموت كي يسكرات كي مركو قبطو نبكى يا على الكعبة إليهين مركو روح مسلم كا سكرات الموت كي إنو حسوستو الدنيا ذا إنو سباق كو أهانين الدنيا روح دي دائما يسؤل لو الدين أيو نبي محمد بقى لو الدين لها صلى الله عليه وسلم ضدكي ونوناك سنابا لو الدين لها لكن ويكتنا قاجيين أدوات كتنا قاجيين أيسا أمد بقى نجوه الرئيسي أمد هنا أنت عصا أمد بقى كهو الرئيسي بما أنتوض إلهي سبحانه وتعالى وحوكو حكومي جيري إننا نوحاكو حكومنا هي جيري إيهينا نمال الدوية ذن كبحينو قفك مسلم كأه وقفك أديار قروب بريت وحكوه الرئي عاقلك وكا حليا بقى أنت عصا الروح أو نفتك بحيسينا تكون استاكتي والوحد حصوصته بوس كيس ويال أو كلامك هتلا أذقنا نفط كعب حيث أهل كاجي يا أولاد هذه يوم حوها أبها يولع لها وحبا يسكو قبنا كرين داوى كيس مي ودمنا يو كمتكلو داويني لفت يس ودمنا يو أرن كا أرن قف كمسلم كا مركز تبع قلب كيس إنه كبحه أنصح هين واي إلهي سبحانه وتعالى وحرجيننا إنه نو كلمة يقلب جان إنه كسر والدين تإلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحاول دي سنينا إنه مالن تقيامه شفع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه نسيه إلهي سبحانه وتعالى وحاول دي سنينا إن دويذن مركان كبح إن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الدويذن نغسارو الدويذن إله سبحانه وتعالى مركو نغسارو يؤيد وقتين نرمادو إلهي إستقو رالي نغا إن الدويذن إلهي نغساران رجينينا قفكستو مسلم أهو هيدي جيرين ويددو دغيدو أركيسا مقليسا وحنواد أركتا قفك استوع اندله وما انتو حال لوضا مد مري مد با لوضا مري دم مد با لوضا وادنا مقليسا او هبل دمي هبل دمي هبل دمي با اسو كايال روح كستهدو دب اصفيريو حقيقة وحكف لن عبرو با مالن كستا حريري سمرايا وحي للربي اني عبادة اي كو حنبارتو او ديسا وحو انت كران كيساها انو بحيو بل لو قبها اي قف كستو مسلم الهي سبحانه وتعالى وحان كرجين انا دم بيجينا انو دافو الهي سبحانه وتعالى وحان كرجين انا خاتمة انو خير كو ختمو
إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنينا ضدك مسلمين تاع لاب توضع إنه يصفره إيه حس حق دجا يحسد كا يبغضها كل حجر إنه إلهي سبحانه وتعالى ضدك مسلمين تاعه هذا كساره إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنينا سيدا خير كان هذا السوق هالميسني إنه إلهي سبحانه وتعالى خير الدوي خير آخره النوك هالميو هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام للطموح وطالبه وحب للنجاح وما يليه تذوقت.